محطتنا التالية رح نتطرق فيها لعالم الطفولة، لأنه الأطفال هن أكثر صعوبة للتعلم وكيفية التعامل معهم والأساليب المتبعة بالمدارس وآليات الدمج ودور الأهل ومدى تأثيرهم بالاختصاصات التربوية. رح نحكي أكثر مع صبا جوماني. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك يا صبا. تسلمي. شكرا. يسعد صباحك يا صبا. كيفك اليوم؟ النور. بالبداية خلينا نتعرف على كيفية التعامل مع أطفال صعوبات التعلم. بالبداية رح نحكي شوي شو يعني صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي اضطرابات قد تؤثر على قدرة الطفل على الفهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة. هي يعني صعوبات التعلم. أنا كيف أنا بقدر أتعامل مع طفل صعوبات التعلم؟ بالبداية أنا بعمل اختبار لطفل صعوبات التعلم، قيم المهارات يلي عنده، بعرفه لوين واصل هو بالمعلومات، شو عنده نقاط ضعف، أنا لحتى أقدر أحط خطة تربوية علاجية أستطيع أنا من خلالها اشتغل مع هذا الطفل. بس بالبداية بأي عمر، مشان كل سيدة تحط ببالها هاي الفكرة، بأي عمر ببين أنه معه طفلك صعوبة تعلم؟ تقريبا أول ما بدي يبلش يدخل للمدرسة. في عنا أطفال كتير بتكون متأخرة مثلا سنة أو سنتين لتفوت على المدرسة. تمام. فأنا بدي فوتها على المدرسة أو بدي أدخلها للمدرسة بالعمر العقلي الحقيقي للطفل، يعني بالخمس ست سنين. تمام. بهالعمر تقريبا. تماما. نعم. خلينا نحكي عن الآليات الصحيحة المتبعة من أجل التعليم بشكل صحيح. تمام. نحن عنا بالمركز أو بالمراكز الخاصة في عندي طرق تدريب مكثفة، في عندي طرق تدريب مختلفة بستخدمها لكل طفل. تمام. خلينا نحكي، هل يندمج طفل صعوبات تعلم بالمدارس يعني بشكل طبيعي مع الأطفال العاديين، بياخذوا الدروس مع بعض نفس الشيء؟ خلينا نحكي عن هاي النقطة. تمام. من الممكن أن يندمج طفل صعوبات التعلم بالمدارس، لكن قبل أن يندمج أنا لازم يكون عندي للطفل قاعدة مبنية علمية للطفل. أنا ما في يعني لازم أنا أكون تعبانة عليه، شغلة عليه بالشكل الصحيح، لأنه إحنا مثل ما بنعرف إنه الطفل عنده ذاكرة مؤقتة يمكن أن ينسى، فأنا لازم أكون شغلة عليه كتير منيح. هلا ممكن أن ينسى وشو كمان؟ يعني عنده ذاكرة مؤقتة. ذاكرة مؤقتة وشو كمان؟ عنده يمكن أن يكتب من اليسار لليمين. تمام. تمام. فأنا لازم على طول أعمل له تكرار المعلومات، أعمل له تغذية راجعة، أعمل له عصر. بس كقراية بيقدر يقرأ بشكل صحيح؟ لا، عنده عصر كتابة، عنده عصر بالقراءة، عنده عصر بالنطق. تمام. عنده تأخر نطق، عنده تأخر خلل بمخارج الحروف، عنده لعثمة، هي كلها لازم أنا كسف الجلسات العلاجية، لازم كسف جلسات النطق حتى أقدر أشتغل مع الطفل بشكل صحيح. خلينا نحكي عن تأثير الأهل اليوم بمراحل التعليم ومثل ما بيقولوا بالبنية الصحيحة والتأسيس الصحيح بالتعليم الصحيح. خلينا نحكي نفسيا وتعليميا أيضا. تمام. للأهل دور كتير كبير بحياة الطفل. لازم الأهل تكون كتير متقبلة لوضع الطفل، لازم تكون الأهل داعمة لقدرات أطفالها، قادر أنه تدعم طفله بأي وقت وبأي مكان، تعزز قدرات أطفالها، تكون واثقة فيهم، ما تخجل من طفلهم. طبعا هذا كله ما بيقع على دور الأم بس، أيضا نحن عنا لدور الأب كتير شيء مهم بحياة الطفل. لازم يشارك طفله بالنشاطات، بتنفيذ المهارات، أكيد لأن الطفل هو بيكسب الثقة من أهله، بعزز ثقته بنفسه. أكيد. خلينا نحكي عن دوركم أنتوا بالمركز، كيف بتكون تحولوا هاي الثقة لنفس الطفل؟ يعني إذا مثلا هو بالبيت ما في عنده ثقة بنفسه، عنده مثلا كبت من أهله أنه هنا متضايقين منه، خجلانين فيه قدام العالم، أنتوا يعني خلينا نحكي عن وظيفتكم هون، يعني أهمية أنه تطلعوا الطفل يكون عنده ثقة بنفسه يقدر يؤدي دوره بالمجتمع بالشكل الصحيح. تمام. نحن مثل ما بنعرف، مثل ما ذكرنا، أن الطفل صعوبات التعلم عنده عزلة اجتماعية. تمام. عنده خجل من ذاته، هو بيعرف من هذا، هو بيعرف هذا الشيء تماما، هو يمكن عنده خلل التواصل الاجتماعي، فأنا لازم أكون كثير شغلة عليه بكيفية التواصل الاجتماعي، كيف هو بيقدر يعبر عن ذاته، كيف بيطلب الإذن، كيف بيشارك مع رفقاته باللعب بالشكل الصحيح. أنا وقت ما بدي أدمجه بالمدارس أنا لازم أكون شغلة عليه كثير منيح لحتى هو يعرف كيف يشارك أو كيف يطلب حاجته من الأنسة أو من الأنسة اللي بتكون معه بالصف. طيب. نعم. الأهالي اللي ما في عندهم قدرة يسجلوا أولادهم مثلا بالمراكز أو ما في عندهم فكرة عن هذا الموضوع، كيف أنت حتنصحيهم ليقدروا يتعاملوا مع أولادهم، ليقدروا يدمجوهم مع الأولاد العاديين بالطريقة الصح، يقدروا يكونوا لهم رفقات، يعملوا لهم جو، يعني جو بالمجتمع؟ تمام. نحن أنه أنا دور المجتمع أو دور الأهل، دور الأسرة بحياة الطفل، نحن لازم نراعي الفروق الفردية بين الأطفال سواء كانوا صعوبات تعلم أو لا. نحن مثل ما بنلاحظ فكرة التفوق الدراسي، نحن كثير بنميز بين طفل متفوق دراسياً وطفل عنده درجات ذكاء منخفضة.
فنحن ما بصير نحن نميز هاي، لانه نحن بغض النظر عن الميول، فعندي يمكن الطفل اللي عنده درجات ذكاء منخفضه يمكن يكون عنده ميول للفن، عنده ميول للرسم، عنده ميول للموسيقى، ما عنده ميول للدرس، تمام، ما عنده ميول للعمليات الحسابيه، ما عنده ميول للكتابه، ما عنده ميول للعربي. يوم انتم من خلال دوركم اذا اجى لعندكم طفل عم يعانوا منه الاهل من خلال يعني تلقي المعلومات بغض النظر ان كانت عن هوايه ولا ان كانت عن عمليات حسابيه، اليوم انتم شو دوركم؟ كيف انتم بتقدروا تقولوا انه هذا الولد هيك رح يكون؟ بتخلوه تحت مراقبتكم لقديش فتره من الوقت؟ شو هي التجارب يلي بينخضع لها الطفل؟ تمام، هلا نحن بنكثف الجلسات العلاجيه، نحن بنعمل جلسات علاجيه فرديه بين الام والمدربه. كيف بيكون؟ نحن مثلا انه بين المدربه والطفل، الام موجوده معنا خلال الجلسه، انه نحن هيك هيك نحن بنتعامل مع الطفل، هذا الاسلوب نحن اللي بنتبعه، نحن لازم نكثف الجلسات العلاجيه، انا حتى لو دمجت هذا الطفل بالمدرسه، بس انا بعد الظهر انا لازم يكون عندي جلسات علاجيه تخصصيه لهذا الطفل، انا لازم يكون متابع، وانا بخفف تدريجيا الجلسات العلاجيه لحتى يكون الطفل قادر نفسيا على ان يندمج بالمدارس، تمام، يختلط ضمن مجموعه من الاطفال. اكيد، خلينا نحكي على الاقبال على المراكز، خلينا نحكي عن وعي الاهل على هذا الموضوع، يعني كيف انت ملاقيتي؟ هلا انا بدوري يعني وبمكاني كاختصاصيه انا بحب وجه رساله للاهل، لازم يكونوا واثقين كثير منيح بقدرات اطفالهم، لازم يكونوا داعمين لهم، ما يخجلوا منهم. نحن كمان اذا بنعرف قصه اديسون، من خلال قصة أديسون إنه لازم الأهل تكون كتير داعمة لأطفالها. شو هي قصة أديسون اللي ما بيعرفها مشان تعرفي عليها؟ اللي اخترع المصباح الكهربائي، هو كان معه صعوبات تعلم، تمام، فمن خلال تجربته لأديسون فأنا بحب أخبر الأهل إنه لازم الأهل تعرف نقاط القوة عند أطفالها، لأنه ربما يكون طفلكم هو أديسون المستقبلي إن شاء الله. أكيد، خلينا نحكي سبا، يمكن ظروف صعبة عم نمرق فيها كلنا بهلأ يعني بالحياة، ولكن خلينا نحكي يمكن الضغط النفسي من قبل الأهل أو الحكي بشكل دائم عن الظروف الصعبة، عن المراحل الصعبة أو المشاكل العائلية، قد ايه بتأثر نفسيا على الأطفال؟ وقديش اليوم مهم من خلال حضرتك توجهي رسالة يعني أنه نبعد الأطفال عن جميع النزاعات العائلية والهموم والمشاكل؟ طبعاً نحن لازم نبعده عن المشكلات العائلية، لازم نبعده عن الخلافات كل اللي بتصير بالبيت، لأنه نحن هذا الطفل نحن بدنا ندعمه أكثر، بدنا نعزز قدراته أكثر، بدنا نعزز ثقته بنفسه أكثر، نحن ما بدنا ندخل لقلب الحزن أو الإحباط، نحن لازم ندعمه أكثر ونقويه أكثر لحتى نقدر ندمجه نحن بين أطفال، بين مجموعة من الأطفال. طب وإذا كانوا أعداد من الإخوات وأيضا عم يأثروا على بعض، إن كان بالسلب وإن كان بالإيجاب، اليوم كيف نحن فينا نقول إنه هذا الأخ لازم يكون هو صاحب مسؤولية من أخوه، لازم يعلمه الدرس، لازم لازم لازم، كيف الإخوة لازم يتعاملوا أيضا بهذا المجال؟ تمام، لازم تكون الإخوة كلها بتساعد بعضها، يعني لازم أنا عندي مثلا طفل صعوبات تعلم، أنا ما لازم أحسس إنه هو عنده نقص أو هو عنده صعوبات تعلم أو يتمسخروا عليه. تماما، انا لازم، لانه هو رح يتعرض لهي السخريه للتنمر من قبل اخوته من قبل رفاقه، فانا لازم راعي نفسيه هذا الطفل، فانا لازم اكون واقفه حده بكل شيء، لازم اكون دعمته بشكل صحيح. تمام، بعد الدعم يلي حتدعميه للطفل، خلينا نحكي بعد مرحله العلاج وبعد يعني وبعد كل شيء، يعني انتم رسالتكم مثلا وصلتوا للطفل بالشكل الصحيح وعملتوا هالانجاز الكبير معه، لوين ممكن يوصل طفل صعوبه التعلم؟ لوين لاي مرحله ممكن يصل؟ ممكن يصير انسان يعني يقدر يندمج بالحياه بشكل صحي، يقدر يكون رفقات، يقدر يعيش حياته بالشكل الطبيعي ولا لا؟ تمام، يقدر يكون رفقات بالشكل الطبيعي، بس قديش بتاخذ منكم فتره يعني؟ هلا نحن بنبين معنا نتيجه الاختبار، حسب تمام. اختبار كل طفل، احنا عنا اختبار كل طفل، يعني شيء مختلف، كل طفل بيختلف عن الثاني، نتيجة الاختبار انا ببين معي قديش الطفل يمكن يستغرق من الوقت، مثلا خطة تدريبية او خطة علاجية، انا كيف انا فيني خفف الجلسات العلاجية ليقدر الطفل خلص يندمج يصير مثل اي طفل طبيعي عادي بالحياة. هلا كم طفل كان عندكم بالمركز وكم طفل قدر يطلع من المركز وهو اندمج بالحياة بشكل طبيعي وقدر يعرف يقرا ويدرس ويقدر يتذكر بشكل صح؟
في عنا كثير أطفال طلعت من المركز، اندمجت بالمدارس، نحن تابعناها بالبداية، قلت لك نحن خففنا الجلسات العلاجية تدريجياً، بعدين خلص انطلقت. نعم، يعني خلينا سبا نحكي على أرض الواقع، كيف بتدربوا؟ كيف بتعلموا؟ خلينا نحكي، اعتبري هلا عندنا طفل نحن عنده مشكلة اللي أنت اختاريها، كيف أنتم بتتعاملوا معه وشو هو شو بتوجهوا الأهل أيضاً للتعامل معه؟ تمام، بالبداية نحن بس إذا بدي أعلم أنا أي طفل مهارة ما او معلومه او وسيله او من ضمن البرنامج الخطه العلاجيه اللي انا حطيتها للطفل، انا لازم استخدم شيء حسي على ارض الواقع. يعني انا مثلا اذا بدي اعلم الطفل على مكونات الطبيعه، فانا لازم عندي يكون شيء حسي، انا استخدم مع الطفل شيء من مكونات الارض الواقع، انا لازم اعلمه شيء محسوس اقرب لذهن الطفل. تمام، مثل شو محسوس؟ مثل شو؟ يعني أنا إذا بدي أعلمه اسم مكونات الطبيعة، إنه هاي شجرة أنا بطالعه بخليه يشوف الشجرة شو هي الشجرة، هاي شجرة بخليه يلمس عليها، إنه هاي شجرة أقرب لذهن الطفل من إنه حط له صورة قدامه أو مثلا أرسم له إياها على الدفتر. أكيد حتى الأطفال بينزعجوا بيعصبوا بيصير عندهم غضب كتير كبير، ممكن يفوتوا بكآبة حتى الأطفال. خلينا نحكي على هاي المرحلة عن هذا الطفل الكئيب اللي حياته الأثرية مأثرة عليه وعلى نفسيته، خلينا نحكي هذا كيف دوركم لتطالعوا من هالكآبة، وهل بتقدروا تطالعوا فيها منها بالشكل الصح ولا كمان ما حتقدروا؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طبعا رح ندعم نفسية الطفل بشكل أكبر. كيف أنا بدي أدعم نفسية الطفل المكتئب إذا ما عائلته ما له مرتاح، إذا بحياته العادية ما له مبسوط، كيف أنتوا حتطالعوا منها بالشكل الصح؟ تمام، هو إجا لعندي على المركز. تمام، أنا بخلطه بمجموعة من الأطفال، هي المجموعة من الأطفال لازم تقوم باللعب بالمرح. لا لا لا، أنا عم بحكي على نقطة، أنه كيف بدك تخلطي مع مجموعة من الأطفال إذا هو بجو أسرته مو طايق، مثلا هي بالعامبية مو طايق حدا، يعني مو طايق ولا حدا، كيف نحن بدنا نخلطه مع أطفال جداد؟ يعني يمكن كمان هذا الشيء غضبه يأثر عليهم، النكد تبعه أو الكآبة كمان تأثر على الأطفال، يمكن يتعامل معه بشكل عنيف. يعني أنتوا يعني فورا حتدمجوه مع أطفال؟ هيك طريقتكم؟ لا، اول شيء انا رح اقعد احكي معهم دور المدربه طبعا بتهدئه نفسيه الطفل، احكي معه، اسرد له قصص واقعيه مثل ما حكينا، العب انا وياه، خفف من نفسيه الطفل، يمكن انا افرغ له الطاقه الكآبه اللي هو فيها او افرغ له الطاقه الحزنيه اللي هو فيها، وبعدين انا بصير باللعب تدريجيا بدمجه مع طفل طفلين بعدين مع مجموعه اطفال مثل ما حكينا بعدين بالمدرسة. اليوم بالختام لأي حد الأطفال يمكن ما عم يقدروا يتأقلموا كتير بالمدارس العادية، شو هي أبرز الأخطاء يلي عم تصير يلي عم تشوفوها بعيونكم على أرض الواقع؟ هلأ نحن عنا فكرة التقبل الاجتماعي كتير لازم نحكي عنها بالمدارس. ضغوطات، خليني أركز على الضغوطات الدراسية وبالمناهج وبالساعات، قدي هذا الشيء يمكن بيأثر على التركيز واستقبال الطفل للمعلومات؟ طبعا كتير بيأثر. هلأ نحن كمان عم نمشي بفكرة الحميات الغذائية، هاي الحميات الغذائية كتير بتساعد الطفل على التذكر، على يساعد الطفل انه على عدم النسيان، في عندي اتباع اكلات معينه بتساعد الطفل، ايضا كمان كثافه المنهاج الدراسي، احنا بالبدايه انا دخلت الطفل على المدرسه بس بدي اتابعه بالمركز بجلسات علاجيه، يعني انا ما فيني اقطع الطفل من الجلسات العلاجيه، بخفف له اياها تدريجيا لحتى هو يصير قادر او هو يصير مهيئ نفسيا لمنهاج المدرسه لمجموعات المدرسه او الاختلاط بالمدرسه. اكيد بدنا مثل ما قالت ليا نصائح لكل سيده بيتها في عندها طفل صعوبه تعلم، كيف ممكن تبلش معه وكيف ممكن مثلا، وهل ضروري انه تاخده على مركز كمان ولا لا؟ تمام، من الضروري انه تاخده على مركز او تتابعه بشكل صحيح او يكون عنده جلسات خاصه، جلسات علاجيه، لازم نحن نعزز، نحن كثير بنلاحظ انه في اسر كثير بتخجل من وضع طفله انه هو ما عنده يعني ما عنده كتير قدرة على الفهم، ما عنده كتير قدرة على التركيز، على الانتباه، فأنا كتير يعني أنه بوجه رسالة للأهل، لا حاولوا لا تخجلوا من طفلكم، عززوا قدرات أطفالكم وثقوا فيهم حتى هن يوصلوا للمراحل اللي أنتوا طالبينها لحتى يوصلوا لمراحل متقدمة ومتطورة. إن شاء الله. شكرا كتير لك يا سبا. أكيد شكرا كتير لك. كمان نصيحة للأهل، ما تملوا، يعني قد ما طولت الفترة بالأخير أنه بده يطلع او بده يبني المستقبل، اكيد حنتعب كثير عليه، هي المسؤولية الاكبر على الاهل، مسؤولية كبيرة على الاهل اكيد.